بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة هنكون مع حضراتكم مع فريق كرة السلة رجال المباراة الثانية في الأفضل في 5 مباريات في دور قبل النهائي، عشان حضراتكم تبقوا عارفين في دوري السوبر التأهل بتلعب الفرقة أو بتلعب أي فرقة بيست أوف 5 أو 5 مباريات بتكسب 3 بتتأهل. كان قبل كده اتحاد السله بيلعب البيست اوف 5 ده بس في النهائي، ويعني ولكن هو خلى البيست اوف 5 حتى في دور قبل النهائي. دور قبل النهائي النهارده عباره عن الاهلي والزمالك، والطرفين التانيين هيبقى سبورتنج والاتحاد السكندري، ولكن مش هيلعبوا دلوقتي، هيلعبوا بعد 25 او 24 مايو او 26 مايو في الرينج ده، انا مش عارف بالظبط تحديدا اليوم 24. كام 24 بالظبط مايو هيكون مباراه السبورتنج والاتحاد، وطبعا اتاخروا شويه لان الاهلي رايح البال، فالاهلي هو اللي لعب بدري شويه عشان مبارياته في نهائيات افريقيا. المباراه الاولى كانت اول امبارح، والنادي الاهلي فاز بفارق كبير الحمد لله، وفارق متميز جدا، والحقيقه ده الطبيعي بتاع فريق كره السله. احنا الامانه يعني خلال ال3 سنوات اللي فاتت كل مباراتنا مع الزمالك احنا فايزين فيها باستثناء مباراه وحيده استطاع نادي الزمالك هو الفوز علينا خلال ال3 سنوات الماضيه في كل اللقاءات والنزالات، ويمكن اخرهم او يمكن اهمهم السنه دي كان السوبر المصري اللي اتلعب في دوله البحرين، واللي فاز بيه النادي الاهلي على نادي الزمالك في مطلع هذا الموسم. المباراة الأولى زي ما قلت لحضراتكم فاز بيها النادي الأهلي، المباراة الثانية النهاردة إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي، نتمناه طبعا عشان يبقى في مجموعة أو سيرس مجموعتها 2-0، يتبقى لينا مباراة واحدة على التأهل. الحقيقة أنا بشفق على هذا الفريق وبشفق على كل فرق النادي الأهلي الحقيقة اللي مضغوطة بشكل كبير. حال كرة القدم هو حال باقي الفرق. كرة الطائرة زي ما حضراتكم شفتوا لعبوا 3 بطولات في أقل من شهر، نهائيات، إحنا بنتكلم على نهائيات. نفس الكلام السيدات، نفس الكلام كرة السلة سيدات، كرة السلة رجال، كرة اليد. بشفق حقيقة على كل فرق النادي، وهو ده قدر النادي الأهلي. النادي الأهلي الحقيقة يعني من بطولة لبطولة الحقيقة في كل مكان، لو قعدنا النهاردة عملنا وقت وخصصنا وقت، معلش أنا بطول في هذه المقدمة، لو خصصنا وقت طويل النهاردة 3-4 ساعات كل يوم عشان نتكلم على النشاط اللي بيدار جوه النادي الأهلي في النشاط الرياضي، لا احنا عايزين أكتر من كده. فالنهارده ان شاء الله نتمنى التوفيق لفريق كره السله، الحقيقه بيعاني من اجهاد واصابات، ولكن هم قادرين بقياده مستر اجوستي. وقبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا زي ما عودناكم، برحب بضيوفي نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقين، الحقيقه اللي دايما بستفاد منهم ودايما منورني على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن مصر. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون المباراه الثانيه ويكون الختام يوم الجمعه ان شاء الله، ان شاء الله عشان يقدروا ياخدوا فتره راحه طويله ان شاء الله. طبعا برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين السابق، الحقيقه اللي كان يعني قدم للدرجه الاولى العديد والعديد من اللاعبين يعني اللي بيلعبوا دلوقتي، هو رئيس قطاع الناشئين والناشئات الحقيقه، وطبعا كابتن مصر والنادي الاهلي واللي دايما بستفاد من تحليلاته كابتن طاهر رجب. اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن هيثم، وانا متشكر على المقدمه الجميله دي، وبشكرك وبشكر القناه على تغطيتها الجميله لالعاب الصالات والماتشات اللي هي يعني في العاب ممكن تكون في قنوات تانية مش واخده حقها زي دي. يعني اهلا بيك يا كابتن، ده احنا اللي بنشكر حضرتك وبنستفاد طبعا من خبراتك الكبيره واللي لسه الحمد لله بنتمتع بيها حتى الان. كابتن سلعاوي، مباراه النهارده مباراه مهمه، نادي الاهلي داخل باريحيه كسب المباراه الاولى، ولكن دايما زي ما حضرتك عارف اخطر مباراه في المجموعه او اخطر مباراه بتبقى في السيريس اللي بنلعبها البيست اوف 5 بتبقى المباراه الثانيه. ليه؟ لو انت خسران الاولى فالمباراه الثانيه بتديك التعويض، لو انت كسبان المباراه الاولى فالمباراه الثانيه بتقربك للتاهل. فاخطر مباراه على الاطلاق في البيست اوف 5 هي المباراه الثانيه. شايف النهارده ازاي؟ لا انا شايف ان هي مباراه طبعا كعاده المباراه ديربي بين الاهلي والزمالك، المباراه بتبقى عصبيه بيشملها بعض التوتر، بس قد يكون لاعبي الاهلي اكثر ارتياحا نتيجه للفوز في المباراه الاولى، وكان فوزه مريح بحوالي فارق 19 نقطه كان 79 60، لكن مستر اجوستي عمل شويه روتيشن وكده علشان الاجهاد وعدم وراحه اللعيبه، وخاصه ان هو بيفكر برضو ان لسه عنده بطوله قادمه هو بطلها ويهمه ان يرجع فهي مباراه طبعا بكلتا الاحوال صعبه، مطلوب من لاعبي الاهلي فرض برضو اسلوب اللعب زي الشوط الثالث والرابع وليس زي الشوط الاولاني والثاني، ده زائد ان عدم اعطاء نادي الزمالك فرصة ان هو يشعر انه ممكن يكسب او يكون عنده
شعور بان المباراه ممكن تكون جنبه. طب انا يعني افرض سيطرتي زي يا كابتن، هل ضغط عليه فرض اسلوب لعبه زي ما عملت في الشوط فرض اسلوب لعبك انت، ولازم انت تضغط عليه زي ما ضغطت عليه في الشوط الثالث والرابع على اساس ان انت، ولازم اعتقد ان مفاتيح اللعب دلوقتي بقت مفتوحه، كتاب مفتوح قدام مستر جوستي ان مين مفاتيح لعب نادي الزمالك، خطط نادي الزمالك، كل العاب نادي الزمالك بقت دلوقتي، واللعيبه نفسهم حافظوا بعض طبعا، يعني تاخد بالك طبعًا. ودي بترجع للخبرات، لكن احنا اقول في نهايه الكلام ان النادي الاهلي يمتلك خبرات، والخبرات هي اللي حسمت في اخر المباريات وفي اكتر من بطوله وفي اكتر من موقف، الخبرات هي اللي بتحسم. اشكرك يا كابتن سلعاوي. كابتن طاهر، المباراه اللي فاتت خلصت 79-60، يعني تقريبا النادي الاهلي افريج 20 نقطه في الكوارتر الواحد، وده تقريبا نسب تهديفنا الطبيعيه. احنا دايما ما بين ال 80 وال 90، ونادي الزمالك حط 60 نقطه فقط، فالنهارده تقريبا افريج 15 نقطه في الشوط، وده معناه ان انت عامل دفاع جيد. هل النادي الاهلي يقدر يستنسخ اللي عمله في المباراه الاولى، ولا النهارده هنشاهد ونشوف نادي الزمالك نازل ما خلاص هو ما عندوش امل غير لازم يفوز زي ما قلنا النهارده على نادي الزمالك، من وجهه نادي الزمالك ان هو يعادل السلسله، ومستر اجوستي ما عندوش، هو عايز برضه ما يجهدش لعيبته قبل ما يروح رواندا. بالظبط. هل نقدر نستنسخ دفاعا وهجوما اللي عملناه في المباراه الاولى نعمله في المباراه الثانيه؟ انا اعتقد ان كل مقام مقال، وكل مباراه وهي بيبقى ليها حلولها او بيبقى ليها كاتشانتها او بيبقى ليها خطتها، وممكن الخطه دي تتغير. صحيح، هنغير يعني بين الكوارتر الاولاني والثاني وبين الشوط الاولاني والشوط الثاني. نعم. يعني هو المساله، هو عنده هدف اساسي. دي لقطات من المباراه الاولى طبعا بنعرضها على الساده المشاهدين، وحضرتك بتتكلم طبعا وبتشرح يا كابتن طاهر، اتفضل يا كابتن. انا بتكلم على اساس ان الكابتن اوجستي عنده كذا هدف. نعم. هدفه الاولاني طبعا ان ايه يعدي المرحله دي رغم الجهد الكبير اللي حسب ما ذكرت، ودي نقطه مهمه، ان في عندنا حاجه زي ضريبه النجاح. نعم طبعا، ضريبه طبعًا. النجاح انك انت الاجهاد الغير عادي نتيجه فوزك بتقريبا ب 70% او 80% من بطولات مصر في العاب الصالات. نعم. بالتالي ده الهدف الاولاني ان هو يعدي الدور ده عشان بطوله الدوري، ونفس الشيء ان هو يريح ويعمل روتيشن زي ما عملوا، زي ما ذكر الكابتن سلعاوي الروتيشن اللي هو عمله ليريح اللعيبه عشان المراحل القادمه، لانك طبعا ده غير ان هو كمان مضغوط الى حد ما الاصابات، يعني طبعاً في عندنا عنده غيابات كبيره، عمرو زهران ابرزهم طبعا، ومؤمن خيري عنده اصابات قويه في الماكينات الدفع بتاعت الفرقه. وعزب تقريبا، وعزب كمان، بس عزب لعبش المره اللي فاتت، عزب لعب يعني لعب شويه. طيب كباتن، استاذن حضراتكم، خلينا نستعرض بعض الارقام اللي كان ليها الحقيقه، والارقام لا تكذب ابدا، والاحصائيات، وده الحقيقه اللي بيميز استوديو التحليل بتاعنا وكباتن النادي الاهلي وكباتن مصر، ان احنا بنتكلم بالارقام وبنخلي حضراتكم معانا بشكل محترف. في ارقام مهمه جدا بنبص عليها في كل مباراه، اهمها على الاطلاق طبعا الفيلد جول. الفيلد جول يعني نسبتك شط كام كوره ثلاثيه وثنائيه مجموعهم على الباسكت، انت حاولت كل اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا بنشوطه، بنحاول اهداف فيلد جول 3 بونت وواحده مثلا ميديم، بيجمع لك ده كله في السكاوتنج، شط كام شوطه كفرقه النادي الاهلي، جبت منها قد ايه، النسبه دي بقى بتحدد انت توفيقك قد ايه هجوميا. ماتش الاتحاد السكندري الفيلد جول بتاعنا كابتن سلعاوي وكابتن طاهر كان 28%، ودي كانت نسبه قليله جدا، ومن وجهه نظرنا اتفقنا مع بعض ان ده كان السبب الاساسي في هزيمتنا من الاتحاد السكندري، ان احنا الفيلد جول كان قليل جدا، احنا خدنا تريات كتير على الباسكت ومحاولات كتيره وجلناها. ماتش الزمالك اللي فات احنا نجحنا ان الفيلد جول علي في ماتش الاتحاد من 28% نط الضعف بقى 50%، بقى 50%، حاولنا 64 محاوله في ماتش الزمالك، جبنا 32 محاوله منهم، يعني 50% بالظبط. هي نسبه مش عاليه يا كباتن زي ما اتفقنا الاستوديو اللي فات، مش اعلى حاجه، ولكن هي نسبه عاليه، يعني احنا الاوبتيمم بالنسبه لنا 60%، اباف 60% نبقى احنا كده فرقه جامده وموفقين. كابتن سلعاوي، شايف النهارده نقدر نكرر النسبه دي تاني واعلى، ولا الفيلد جول عندنا ممكن تقل في ضوء حاله عدم التوفيق اللي بتقابلنا ساعات في فترات من المباراه؟ لا، انا شايف ان هي ممكن ان شاء الله هتزيد، ناديكا لان النهارده
لعيب انت عارف طبعا ان الفيلد جول ده عباره عن شوتنج، والشوتنج ده اعصاب، شوتنج وليب وكل حاجه وسكند شوت كل بالظبط. فعصبيا احنا اريح النهارده. ممكن، برافو، صح، وجهه نظر كويسه. عندنا مباراه كسبناها الحمد لله، ودي المباراه الثانيه، فانا اعتقد ان النسبه دي هتزيد النهارده ان شاء الله، هتعدي توصل ل 60% في مجمل. ما تقلش يا رب يا كابتن ان شاء الله، مش هتقل عن 60%. طيب. وده يعني اشكرك يا كابتن. تحليل مظبوط وتحليل منطقي كابتن طاهر. احنا 50% فيلد جول، نادي الزمالك كان الماتش اللي فات 42% فيلد جول. يعني احنا اعلى، وده اللي ادانا التميز. يعني النهارده 8% الفرق في الفيلد جول ده هو اللي ركبنا. طبعا عوامل كتير، ولكن ده من احد العوامل اللي ركبتك المباراه في النهايه فرق 19 نقطه. شايف النهارده ان احنا سهل نحقق نسبه الفيلد جول دي تاني 50%؟ انا اعتقد ان الفيلد جول لو مشي بنفس الطريقه بشرط انك انت تعمل ديفنس زي اللي عملته في الثالث والرابع. الله ينور عليك يا كابتن. لانك المره اللي فات حضرتك قلت ذكرت ان هم جابوا 19 بونت، واعتقد احنا جبنا في الثالث والرابع ضعفهم بالظبط، جبنا اكتر. كان هو خلصان حاجه و30، احنا جبنا حوالي 40 حاجه و40 نقطه. انا كنت في التالت والرابع. الله ينور عليك يا كابتن. جبنا حاجه و40 نقطه في الثالث والرابع، صح يا كابتن. سمعت 19 بونت دي، ف19 بونت ده معناها ان الديفنس في 20 دقيقه خليناهم يجيبوا 19 بونت بس، وعشان اريح اللعيبه ويبقى الهدف الاساسي ده عندي، يبقى انا مش محتاج ان انا يعني ازود الفيلد جول او نسبه التهديف. تبقى المهم انك انت تحافظ على الديفنس. نعم، المهم ان هو الديفنس مفتاح الفوز، وهو اللي بيخليك زي دانك زي اللي حطه هيبقى مين ده طلع 1-0. ما هو ده برضو محاوله مضمونه، انت 1-0. المثل الكابتن هيثم بيقول لك ايه؟ جود ديفنس اديك ايزي لاي اب. هو لما بتعمل ياما سمعتها دي يا كابتن. ياما سمعتها. كان نفسي اعملها. ازاي كنا بنعملها يا كابتن؟ ياما جريت، ياما عملت ايزي جول. الديفنس الكويس، الديفنس الجيد جدا بيديك باسكت سهل. الله ينور عليك كابتن سلاوي. طيب خلينا نروح للنسبه ثانيه من النسب اللي احنا شايفينها الحقيقه كانت مهمه جدا، الا وهي الثلاثه بونت. الثلاثه بونت الماتش اللي فات احنا نسبتنا يا كابتن كانت 30%. اي نعم، مش احسن حاجه في الدنيا، انت عارف يا كابتن، فوق ال 35% تبقى 100%، ولكن احنا نسبتنا 30%. شطنا 26 يعني 26 بس. بس ايوه يا كابتن، عارف اقول ايه؟ مشكله. لا اتفضل يا كابتن، قول لي. انا عايز اسمع حضرتك تقول ايه. احنا شطنا 26 جبنا 8 منهم جدا. خمسه جايبهم مين؟ جايب المحترف بتاعنا. جايبهم المحترف بتاعنا براندون. صح ولا انا غلطان؟ بس دي برضو تقلقك. الفرقه كلها جايبه 3 بونت، ولاعيب واحد جاب 5. نسبتنا عاليه، وعندك شطارات، عندك ايهاب امين، عندك عمرو الجندي، عندك مهيب ما لعبش. عندك ناس كتير مهيب ما لعبش، وعشان كده برضو الشويطه بتاعتك كانوا بره. احنا على ذكر المثل اللي قاله كابتن سلاوي، الايزي جولز دي، الايزي جولز دي يعتبر في الباسكت هي اللي صح. الله ينور عليك. فانا لما اجيب كميه اللي او انا اجيب من تحت الباسكت 3 اضمن كتير من الثلاثه بونت. وده يعني المكسب جه من ايه؟ مش من الثلاثه بونت. هو كابتن هيثم يقصد يا كابتن طاهر ان الناس كانت فاضيه وشوت. ايوه، وده مش مضغوطين وبنجلي. يعني انت بتحط زي ما انت بتقول صح كلامك مليون مية، اللي هو بتحط ايزي من تحت الباسكت وبتحط لي اب، بس ثلاثه بونت انت بتشوت فاضي. لكن انت بتشوت فاضي. مفيش غير باستثناء كورتين ثلاثه اربعه يا سيدي من الحاجه و30 شوطه اللي شطناها، لان هي النسبه دي اتكلمنا فيها في الماتش الاتحاد. ماتش الاتحاد برضه انا الوحيد اللي المحترف جاب 5. طبعا يا كابتن، حاجه مطمئنه كابتن سلاوي كابتن طاهر. دي لقطات من ارض الملعب اهو. نادي الزمالك بدا التسخين، ولكن لعبتنا اهي، لا لعبتنا انا شايفهم هناك جايين من اوضه اللبس داخلين الملعب اهو يا جماعه. ايوه ربع ساعه خلاص. هو لا، هو فاضل على اللوحه زي ما حضراتكم شايف 16 دقيقه. اتصور انه ممكن تتزيد شويه يا جماعه، لانه في صلاه العشاء تقريبا ممكن تخش معانا، فبتصور ان ممكن ال 16 دقيقه يزيدوا، بس احنا مع بعض، ما احنا هنشوف الشاشه هتوضح لنا. فالنهارده براندون هل هيحط 5 3 تاني عشان يعلينا النسبه، ولا اللعيبه الباقيه هتبقى فايقه؟ لا، وممكن مدرب الزمالك يشتغل عليه انه ما يحط 100% يا كابتن. امسك براندون، لان كل مدرب هيقرا. اروح لسؤال تاني بقى كابتن طاهر، شايف براندون ممكن يعمل ماتش النهارده زي الماتش اللي فات؟ انا واثق في الموضوع ده، لان هو خلاص عدى المرحله بتاعت القلق والهوم ليج والحاجات اللي وياخد على الفرقه والكلام ده. بس خلي بالك كابتن، حاطط 23 بونت ولعب 30 دقيقه. فالنهارده هل النهارده براندون هيقدر يعمل اللي عمله ده؟
حضرتك بتقول اه اللعيب الذكي، وده كانت موجوده في المحترف اللي كان عندنا السنه اللي فاتت واللي قبليها، ماديسون. ماديسون ان هو كان وعيسى قبل منه. لا اللي كان البوينت جارد ماديسون. لا 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 اسمه ماديسون، ما كان اسمه ماديسون، كان اسمه ايه؟ تومسون. انا اسف يا كابتن، ما هو بص تومسون وماديسون. انا لا، انا مر علي اجانب مصر كلها النهارده. بص يا كابتن وائل بدري واقف بنفسه على التسخين. خلي بالكم يا جماعه، معلش سيبونا اللقطه دي شويه. النهارده كابتن وائل بدر المدير الفني لنادي الزمالك واقف بنفسه على التسخين. ليه؟ معنى الماتش الثاني ده اهم ماتش. لا طبعا هو وده هو اصلا كمان بالنسبه ليه هو حياه وموت. ايوه يا كابتن، ما عملش حاجه يعني. أيوة الموسم بالظبط هو كمدير فني برضه بالنسبه له مهم ككارير. طبعا كمان كفرقه حقه حقه لا كهدف حقه انه فالنهارده احنا مطالبين ناخد المباراه بكل جديه من اول وتركيز. ايوه بكل جديه. يعني انا شايف برضه فرقتنا الحمد لله من التسخين برضه في جديه، بس لازم النهارده وحوش من اول دقيقه، لان احنا عارفين مش عايزين نخش بقى نرجع للنقطه صفر ونلاقي نفسنا تعثرنا في مباراه فنيجي اللي وراها نلاقي نفسنا اتشدينا لعيب اتصاب. فخلينا سهل الدنيا علينا. طيب نروح نرجع بس. ايوه اتفضل يا كابتن. بتاعت اللعيب المحترف بتاعنا تومسون، انت قصدك تومسون كابتن. بالنسبه لي ان هو كان يعني حط 23 بوم، بس هو شغل فرقه. هو ذكي جدا. أيوة. يعني هو تو ما هيتمسك يبقى اكيد في حد هيفضل. ايوه انت فهمت. وانا لما هتمسك أيوة. يبقى في حد هيفضل. او انت ركزت معايا وعملت دبل تيم في اوقات كتير يبقى اكيد في واحد فاضي. يعني عليك لازم اللعيب الكويس وبالذات البوينت جارد هو اللي يعرف يشغل الفرقه ويعرف يلعب حسب اللي قدامه، اذا كان عامل عليه بريشر او مش عامل عليه بريشر. الله ينور عليك يا كابتن بصراحه. هو يعني هو النهارده لو اتمسك هو مطالب يبقى دوره في الاسيستات اعلى ويزيد في الاسيست. طيب في نسبه تانية او رقم تاني ده ادانا الافضليه من اكتر الفاكتورز او من اكتر الارقام اللي ادتنا افضليه المباراه اللي فاتت، وهي الريباوند. وطبعا كباتن مصر والنادي الاهلي في الريباوند قاعدين معايا. يعني انا بتكلم النهارده على اتنين كباتن قاعدين معايا ب 40 ريباوند في الماتش. يعني انا النهارده معايا على الترابيزه مش هتاخد ولا كوره مش بقى ولا وبعد انا كل اللي عايزه تجيبوا لي الكوره وانا هشوط يا كابتن. طب خلينا نروح لارض الملعب زي ما عودنا حضراتكم ونروح لمراسلتنا العزيزه الحقيقه هنا ابو القاسم، واللي الحقيقه يعني يعني عامله يعني شغل كويس بصراحه يا هنا، ودايما بتقلل لنا الاجواء وبتوصف لنا ما قبل المباراه بشكل جيد جدا. خلينا نروح لارض الملعب والزميل العزيز هنا ابو القاسم، اتفضلي هنا. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم متواجدين داخل استاد برج العرب بالتحديد صاله الجيش عشان بقى ننقل لكم كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين قبل انطلاق المباراه المرتقبه وثاني جولات سلسله باست اوف 5 من نصف نهائي دوري السوبر. يعني طبعا رجال النادي الاهلي داخلين المباراه متقدمين بخطوه، قدروا يفوزوا في المباراه الاولى اللي كانت مقامه يوم الاثنين اللي فات حقيقه بفارق سكور، وقدروا ينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 79-60. شفناهم مسيطرين الحقيقه على جميع مجريات المباراه منذ بدايتها وحتى نهايتها. ان شاء الله بقى ربنا يكملها على خير، يفوزوا في مباراه النهارده وكمان يفوزوا في مباراه يوم الجمعه ويتاهلوا للنهائي بنتيجه 3-0. اكيد عندنا ثقه كامله في رجال النادي الاهلي. يعني طبعا يا كابتن هيثم يمكن زي ما باين خلفي رجال الحقيقه النادي الاهلي وكمان رجال نادي الزمالك بداوا في عمليات الإحماء يمكن من الساعة 8 في حالة من التركيز كبيرة جدا على الفريقين. خلوني بقى أكلم حضراتكم أكتر عن استعدادات رجال النادي الأهلي. يمكن امبارح كان رجال النادي الأهلي اختتموا تدريباتهم، كان عندهم مران هنا على صالة الجيش الساعة 8 مساء، وبعد المران مباشرة مستر أوجاسي بوش كالعادة بقى اجتمع باللاعبين وكان عندهم محاضرة فنية بالفيديو امبارح والنهاردة الحقيقة كمان قبل المباراة عشان يدرسوا فريق الزمالك بشكل قوي ويكونوا على أتم استعداد اكيد لهذه المواجهه. يعني طبعا زي ما احنا عارفين انه رجال النادي الاهلي في معسكر مغلق قبل المباراه الاولى من يوم الاحد الفات طبعا عشان يدخلوا في اجواء المباريات بشكل اكبر ويكونوا مركزين بشكل كبير جدا، لان اكيد مواجهات نصف النهائي والنهائي وكمان مواجهات الاهلي مع الزمالك اكيد بيكون ليها طابع خاص، عشان كده طبعا بيكونوا محتاجين يدخلوا في كل اجواء التركيز استعدادا للمباراه. فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. اما عن الغيابات فالحقيقه انه سواء فريق النادي الاهلي
او نادي الزمالك مكتمل، يعني القائمتين مكتملتين. طبعا بقى اختيار اللعيبه بيرجع لرؤيه فنيه للمدير الفني. اخيرا بقى اكلم حضراتكم على الاجواء. طبعا زي ما احنا عارفين انه المباريات بحضور جماهير، يمكن في بعض الجماهير من النادي الاهلي ونادي الزمالك، لكن طبعا مش بالشكل الكبير. نتمنى اكيد ان اعدادهم تتزايد في المباريات القادمه. في النهايه اكيد بتمنى كل التوفيق لرجال كره السله، وان شاء الله بقى نكون بنحتفل بعد انتهاء المباراه بنعمل لقاءاتنا كالعاده مع حضرتك يا كابتن هيثم. طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه ما سبتناش اي استفسار نقدر يعني نقوله، ولكن غطيت لنا كل الجوانب. وزي ما حضراتكم شايفين في خلفيه الصوره الفرقه مركزه، في واضح الاصرار ان شاء الله على المكسب، يعني ينقصهم بس او لا ينقصهم غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكل مجتهد نصيب. الفرقه دي تعبت، ومستر اجوستي بياخذ بالاسباب، ومن قبل كل ذلك طبعا يعني اكيد توفيق ربنا حاجه مهمه. وعمرنا ما هننسى دعم مجلس الاداره، عمري ما هنسى ابدا دعم كابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل في هذا الفريق. من 3 سنوات انا حضرت يعني زي ما بيقولوا ثوره التصحيح في هذا الفرع، والتعاقد مع لاعبين ليفل 1 زي عمرو الجندي، عمر طارق، وايهاب امين، وسرحان مروان سرحان، واحمد مهيب. النهارده انا حضرت يعني الحقيقه يوم بيوم في بناء هذا الفريق، حتى الجهاز الفني تم بناؤه باقتدار. فعمرنا ما هننسى دور مجلس الاداره في دعم هذا الفريق والجهد اللي بذل في تكوين هذا الفريق. ارجع لضيوفي تاني، وارجع لارقام المباراه اللي فاتت، ويمكن اهم رقم على الاطلاق كان مهم في اسباب المكسب، وهو الريباوند، الاستحواذ. يعني ايه ريباوند؟ يعني الكره بتتشاط عليك او انت بتشوطها وتنط تستحوذ على الكره وتاخدها تاني في حوزتك. الريباوند يعني الاستحواذ. الريباوند فيه استحواذ دفاعي واستحواذ هجومي. احنا الحقيقه جبنا 44 ريباوند في المباراه، كان نجمهم على الاطلاق مصطفى كيجو ب 8 ريباوند، وكان وراه على طول في الريباوند مروان سرحان وإيهاب أمين، وبعد على طول كيجو كان عمر طارق ب6 ريباوند، يجي وراه مروان سرحان وإيهاب أمين. يعني كان في نجوم، إيهاب أمين 6 كمان ريباوند. فالنهارده في نجوم هم اللي حققوا وساعدوا في ال 44 ريباوند. السكند شوت منهم كام؟ الايه؟ السكند شوت منهم 13 هجومي. في الوقت النادي الزمالك جاب 30 ريباوند فقط، احنا فرق 12 ريباوند على مستوى المباراه. 12 احنا 14 ريباوند، 44 و30. اسمع راي ضيوفي اللي هم اعلى ريباوندات او من اعلى ريباوندات في تاريخ مصر، كابتن سلعاوي وكابتن طاهر رجب، ماذا يمثل اليك هذا الرقم كابتن سلعاوي؟ الريباوند ده اساس من اساسات كره السله، وليه اساليب كتيره. منها اساليبها انك تعرف تحجز ازاي وتروح المكان الصح وتاخد الريباوند. لما بتستحوذ على الريباوند بيبقى عندك كوره بتقدر تطلع فاست بريك، تقدر بعد الفاست بريك. لا ثانيه واحده يا كابتن، يعني حضرتك بتقول الريباوند ده ليه اسس؟ ان انا احجز واخد المكان الصح. لا المكان الصح يعني معلش، انا راجل ما بعرفش باسكت بس. لا اشرح لي اخد مكان الصح ازاي كابتن؟ يعني راجل ريباوندر كبير يعني مثلا انا كابتن طاهر بيشوط من ناحيه اليمين، ماشي، لازم البيفوت يروح على ناحيه العكس، عكس الكوره، عشان الريفلكشن بتاع الكوره يبقى هناك بنسبه كبيره جدا. بنسبه كبيره، الله ينور عليك. ويبقى فيها وبعدين توقعات، لان عمرها ما هتيجي في النص، سواء من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. زائد التحجيز، يعني احنا كان مدربينا زمان يقول لك ايه، حجز مكانك وخلي الكوره تقع في الارض قدامك وهاتها من قدامك الله ينور عليك يا كابتن. وبعدين ولذلك ان ايهاب امين من احسن الاجنحه اللي بتجيب تعمل ريباوند، بتوقعه هو عمرو بيتوقعه كويس. ايهاب امين بالذات كل هو معلي نسبنا 6 ريباوند في الماتش، 6 او في دفع على طول نسبته ثابته. فبالربقه ما بتستحوذ على الكوره دي بيديك انك بتقدر تروح هجمه سريعه أو على الاقل 5 على 5 او بتتحكم انت في الريتم. اذا في سريع اوكي، ما فيش سريع انت بتلعب 5. يعني شايف الرقم ده بنسبه كبيره هو اللي فرق معانا المباراه. طبعا 14 فرق، 14 كتير قوي، 14 ريباوند يعني معدل 3 ريباوند في الجيم فرق الكوارتر الواحد. لا ده كتير، يعني تاخد 6 هجمات 6 بونت او 3 هجمات لو ب 2 بونت كل ماتش زياده عن الفرقه الثانيه. اشكرك كابتن سلعاوي وكابتن طاهر، الرقم ده يمثل لحضرتك ايه؟ فرق الريباوند 14 ريباوند للفرقتين. هو في زي ما قلت حضرتك ان الريباوند في دفاعي اللي هو استحواذ دفاعي واستحواذ هجوم. نعم. انا لما بستحوذ دفاعيا فبمنع، يعني يبقى في شوطه اولا ما جاتش يا عيني عليك واستحوذت عليها ما اديتوش فرصه يهاجم تاني، يبقى خلاص، يبقى انت كده تقريبا يعني ايه منعت باسكت يتجاب، سواء بانك انت تعمل له فولو او تعمل له متابعه، واخدت الكوره وممكن كمان تطلعها
لانك انت استحوذت على الكره، لو حد جري وتلعب فاست بريك صح يبقى جبت 2 بونت، ممكن يعني الريباوند 4 بونت، 4 بونت على الاقل لو انت ما حطيتش او ما جاش فيك 3 بونت. ده شيء. نعم. الشيء الثاني في لوز بول وانت طلعت عملت فولو او عملت متابعه هجوميه او ريباوند هجومي، كره جليناها ودخلت ورا لعيب زميلي اللي جلها جبتها، ده الريباوند الهجومي. الريباوند الهجومي برضك يبقى انا عملت 4 بونت، لان بقى الديفنس مش هياخد الكره ويهاجم عليا، ده انا اللي هاجمت هجمه ثانيه. طبعا في الحالتين انت الكسبان. فانت لما تيجي تحسبهم كده في ال 14 في 4 لو يعني 50 نقطه اتوفقت في جزء صغير عملت 20 بونت بالظبط. فدي دي دي جزء زائد. كنت في ملاحظه كمان تكمله للكابتن سلعاوي اللي قالها، ان في ناس عندهم موهبه اخذ المكان، عنده سنس ان هو يعرف ان الكره دي رايحه فين، حتى من منظر الكره وهي رايحه بيعرف. الله ينور عليك. بيعرف ان هي هتخبط هنا يبقى هتيجي هنا. وكان من الناس اللي رهاب فيها كان الخبرات دي هي الفلوس اللي بتدفع في اللاعبين. بس خليني اقول لكم يا كابتن، انا اكتر يعني حاجه بتقلقني قبل الماتش مش عدم التوفيق، بلق من الحكام. لا لا ان شاء الله. والله يا جماعه انا بقيت بنزل بامانه، انا لعيب باسكت ومن وانا الحكام يعني مش في صحابي. في نقطه كمان بس كابتن عيسى، بس التحكيم النهارده، لا انا معلش يا كابتن استاذن حضرتك، التحكيم يا رب يبقوا موفقين، يا رب ما نشوفش اللي بنشوفه كل ماتش. يعني احنا شرحنا للناس ان الاستوديو بتاعنا بيتميز بالستاتستيك او الاحصائيات، فبرضو احنا في حته عايزين برضو نقولها او نضيفها. اتفضل سريع لان فاضل 3 دقايق. حاجه بسيطه جدا وهي اللوز بول. اللوز بول اللي هي كره تايهه. ايوه دي برضو من عوامل الفوز، ان انا كره بحيها. لو الكره بيني وبينك، مين اللي قلبه عنده قلب هيروح يجيب الكوره؟ الله ينور عليك. مين اللي هيقاتل عشان ياخد الكوره؟ حيد كره من عدم. فدي برضو من عوامل الفوز. الله ينور عليك كابتن. النهارده الحكام النهارده كابتن محمد المنشاوي، كابتن محمود ابراهيم حكم تاني، واحمد فهمي حكم تالت، ومراقب المباراه رئيس لجنه المسابقات الحكم الدولي السابق كابتن احمد كامل، وحكم الاي ار اس اللي هو الفار بتاع كره السله اسمه اي ار اس احمد شكاوي اللي كان معانا في المباراه اللي فاتت. بس خليني اقول لحضراتكم ان انا بامانه اكتر عامل بقلق منه في الماتشات الكبيره هو الحكام. للاسف انا بتكلم الكلام ده مش من باب المصلحه، لازم يكون فيه توقف من لجنه الحكام او لجنه الحكام على مستوى التحكيم، ولازم نشوف حل. بقى الشكوى متكرره، وعلى فكره والله مش من النادي الاهلي بس، كل الفرق يا كباتن بتشتكي من التحكيم. اتمنى الحكامي واخواتي واصحابي واحنا بنتكلم عنهم كاخوه الحقيقه، لازم هم يكون في حل، لازم نعلم من تدريباتهم، لازم يكون في احتكاك خارجي، لازم ولازم ولازم عشان ننهض بمستوى التحكيم. زي ما حضراتكم شايفين خلاص الفرقتين انسحبوا من ارض المباراه للتعليمات النهائيه قبل المشاركه. بستاذن كابتن طاهر رجب، بستاذن كابتن محمد السلعاوي، وبستاذن ايضا جماهيرنا الكبيره عبر شاشه قناه النادي الاهلي ان احنا نطير لصاله برج العرب عشان نقول لحضراتكم احداث الفتره الاولى والثانيه من المباراة الثانية في سلسلة الأفضل في 5 مباريات في قبل نهائي سوبر الدوري المصري. المباراة هتنطلق بعد دقيقتين، ومعلقنا الكبير كابتن أحمد مناع، وهنشوف حضراتكم بين الشوطين إن شاء الله. فإلى هناك.